السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم دلوقتي عن حاجات في الذكاء الصناعي واوبن سورس، بحيث ان اي حد يقدر يستفاد منها وما يخترعش العجلة من جديد وما يبدأش من البداية، لا يبتدي من حيث انتهى الاخرون. فاحنا بنتكلم عن طرق لبناء البديهة اللي هي كومن سينس، بحيث ان برامج الذكاء الصناعي يبقى عندها نموذج عن العالم الورلد موديل، بحيث يبقى يقدر يفسر الامور اللي احنا بالنسبة لنا امور بديهية، لكن نموذج تعلم الآلة بيحاول إن هو يتعلمها. فدي بعض الأبحاث اللي تمت في الموضوع دوت. وميتا اللي تملك الفيسبوك والإنستجرام والواتساب أعلنت عن أحد المكونات، نموذج للصور هيبقى حاجة قوية جدا، اسمه IGBEBA Image Joint Embedding Predictive Architecture، بحيث ان يبقى فيه تمثيلات مجرده بيمثل كل العصر اللي موجوده بدل ما يبقى بيكسل، يعني مربع كامل من الصوره بدل ما يبقى فيه نقاط بيكسل. فده هيخلي فيه تعلم اكبر على المستوى المفاهيمي، والخوارزميه ذاتيه التعلم سيلف سوبرفايزد من بيانات غير معلمه، يعني مش هتقعد تمسك له كل حاجه وتشرحها له. والجميل زي ما قلنا ان الكود والنموذج مفتوح المصدر، فده هيخلي فيه تطور سريع جدا للموضوع ده، اللي هو الـ IGBEBA اللي هو Image Based Joint Embedded Predictivity Architecture، ده النموذج اللي موجود فيه، ده الـ Visualize بتاعه. هسيب لكم الروابط بحيث اللي حابب يتعمق فيه الموضوع اكتر، ودي ورقة البحث اللي موجودة. وبشرح لك الفكرة بتاعتها، ودي قريب هتبقى في النموذج الخاص بالفيسبوك والميتا، اللي هو لسه مش شفناش حاجة قوية زي الاوبن اي او جوجل، لكن هم شغالين على الموضوع ان شاء الله.